هكذا اختارت قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتيال الشاب تامر الكيلاني أحد كوادر مجموعة عارين الأسود بعد أن زرعت عبوة شديدة الانفجار في دراجة نارية داخل حارة الياسمينة في البلدة القديمة بنابلس فجرت أثناء مروره في المكان. عارين الأسود في نعيها للشهيد تقول إن الكيلاني كان من أشرس مقاتليها، وتوعدت المجموعة الاحتلال الإسرائيلي ومعاونيه برد قاس ومؤلم. طريقة اغتيال الكيلاني أعادت لأذهان الفلسطينيين أسلوب اغتيال لجأت له إسرائيل لتصفية مقاومين فلسطينيين خلال الانتفاضة الثانية. بنادق الضفة التي أربكت حسابات الاحتلال وقواته، يقول يائر لابيد رئيس الوزراء معلقا على موجة العمليات الجديدة في الداخل الإسرائيلي وفلسطين، إنها لا تعتبر بداية انتفاضة جديدة رغم صد القوات الأمنية الإسرائيلية لأزيد من 370 هجوما من المقاومة الفلسطينية واغتيال عدد كبير من أفرادها. يضيف لابيد أن الجيش الإسرائيلي الموجود حاليا في الضفة الغربية يقوم بعمل وصفه بالجيد ضمن عملية كسر الأمواج التي تتركز في جنين ونابلس. في السياق ذاته يقول لابيد إن إسرائيل لم تنفذ اجتياحا كاملا للضفة الغربية لأنها تدير ما وصفه بالحرب الحالية جيدا. إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض الحصار على مدينة نابلس لليوم 13 على التوالي وسط عمليات تفتيش دقيقة في محاولة للسيطرة على الوضع الذي يعرف تناميا للعمل المسلح من الجانب الفلسطيني.